بحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء فرص ومقومات الاستثمار بالمحافظة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأكد الخطيب حرص الوزارة على دعم جهود التنمية بمحافظة جنوب سيناء التي تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة، فضلا عن الموقع المتميز، الأمر الذي يؤهلها لتكون مركزا استثماريا وسياحيا ولوجستيا متميزا، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من هذه المقومات وتحويلها لمشروعات ملموسة تسهم في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة مساهمة المحافظة في الناتج المحلي الإجمالي.